نصرة لغزة وللأسرى الفلسطينيين، الجمعيات الفرنسية الداعمة للقضية الفلسطينية استجابت لما أطلق عليه يوم غضب وتعبئة عالمي للتضامن مع الأسرى السياسيين والمقاومة البطولية للشعب الفلسطيني في غزة وفي جميع أنحاء فلسطين. العاصمة باريس شهدت تجمعا في ساحة الأمة للمطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل والتنديد بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة. كبارا وصغارا يحملون الأعلام الفلسطينية والشعارات الداعمة للفلسطينيين، متوشحين بالكوفية الفلسطينية، وحناجرهم تصدح بالهتافات التي تمجد مقاومة الشعب الفلسطيني. هذه الوقفات تأتي في ظل الصمت والعجز الدولي في وقف هذه الحرب العدوانية التي تشنها إسرائيل منذ أكثر من 300 يوم ضد الأسرى والشعب الفلسطيني، على أن تكون هنالك تظاهرات ووقفات أخرى يتم تنظيمها خلال هذا الأسبوع. على أدي صلى الله، قناة الغد، باريس.